السلام عليكم خوتي، صباح الخير عليكم. ما شاء الله جميعا تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم جميعا في قناتي، قناه حلويات تيزنيت. اليوم عندي لكم طريقه تحضير ام لولوز. بزاف ديال الناس وبزاف ديال المبتدئات طالبين طريقه باش تحضروا ام لولوز. كما تشوفوا كيجي رائع جدا، طريقه سهله وبمقادير بسيطه. تبعوا معايا الطريقه وفرصه ممتعه للجميع قبل ما نبداو نحضروا هذا الاملو. هذا بالنسبه للقنوات اللي باغي المساعده، عندي لكم اليوم واحد جوج قنوات. القناه الاولى مطبخ نعيمه، القناه الثانيه مطبخ زهره. بغيتكم كلكم دوك القنوات اللي باغي المساعده يدخلوا عند جوج قنوات هذو ويشتركوا في قناتهم ويكتبوا التعليق ويديروا ريجيم. ولكن خاصكم تقراوا الفيديو على الاقل 3 دقائق او 4 دقائق باش الاشتراك ديالكم والتعليق ديالكم ما يتلغاش. بالنسبه للروابط ديالهم راني غنحطهم في صندوق الوصف، وفي نفس الوقت غتبتو فوق التعليق. ان خاصكم تعرفوا ان الا دخلتو اشتركتو وكتبتو التعليق وخرجتو وما عقلتوش الفيديو، راه الاشتراك ديالكم من بعد 7 سوايع راه كيتلغى. راه بزاف ديال القنوات كيتشكاو من الاشتراكات كيتلغاو. راه هذا هو السبب. السبب هو انكم ما تتفاعلوش وما تتقراوش الفيديو. خاصكم تقراو الله يديكم الفيديو، راه ما غتخسر حتى حاجه. ديروا جيم وكتبوا التعليق واشتركوا في القناه ونساو الفيديو واحد 3 دقائق راه الاشتراك ديالكم باش نمر القناه يستافد. يلا تبعوا معايا الطريقه وفرصه ممتعه للجميع. السلام عليكم خوتي، الناس اللي طالبين الطريقه كيفاش نحضروا املو ديالنا باللوز او بكوكو، تبعوا معايا الطريقه. عندي هنا انا خديت 10 دراهم ديال اللوز حمرته مزيان. الا بغيتي تعرفوا المقادير تعرفوا المقادير. هاد املو هذا غنخلطوا بزيت ارغان كما تشوفوا، زيت ارغان. يمكن نستعملوا زيت الزيتون، يمكن نستعملوا زيت عاديه، ولكن زيت عاديه غنطيبوها واحد شويه. بالنسبه لهذا الملو هذا تنعملوا ليه ملي تنطحنوا مزيان تنعملوا ليه العسل، ولكن انا ما عنديش العسل، غنستعمل السكر البلاصي حسب الحلاوه. اللي ما بغيتيش تعمل السكر او العسل يعني تخليه عادي مسوس ماشي مشكل، ولكن نعملوا ملعقه ونص تقريبا ديال السكر بودر يعني السكر بلاصي. يمكن نستعملوا السكر حبوب يعني سنيده كما قلنا. غنسحقوا اولا السكر واللوز مزيان، عاد يمكن نخلطوا بارغان. ارغان واخا غالي، انا خديت رابعه تقريبا ب 75 درهم يعني اطرو ب 6000 ريال، ولكن غنخلطوا تدريجيا ما غنحتاجوش بزاف. تبعوا معايا الطريقه اللي غنحتاجو الطحانه كما تشوفوا. هذه راه حضرت بها الحلوه ديالكم يوم امس، طريقه سهله. كما قلنا اللوز نحمرو مزيان او كوكو، نسحقو المقادير مزيان تا تنسحقوه مزيان. عاد يمكن لينا نضيفو زيت ارغان، ولكن تدريجيا ما خصوش يكون جاري وما خصوش يكون ثقيل. تبعوا معايا الطريقه بلا ما نطول عليكم الفيديو. ومره مره نحركوا هذه الزجاجه، نحركوه باش يطحن مزيان. الطريقه لا سهله. هاد المقادير هادو راه غتكفينا في 3 ايام باش نفطرو. من بعد غنضيفو ارغان، ولكن كما قلنا زيت ارغان ولكن تدريجيا. انا عندي هنا نص كاس علبه، انا غنقول لكم شحال ديال زيت ارغان اللي غتكفينا او زيت العود حسب الرغبه. كما قلنا نخويو تدريجيا املو ديالنا ما يكونش جاري ما يكونش قاصح يعني بين وبين. ثم ندورو في الآلة مزيان يعني ندورو مزيان حتى تيجي خاتم مزيان حتى تتسخن الآلة باش نحصلو على نتيجة إيجابية. نزيد نضيفو واحد شوية ديال الزيت يعني أرغان. أنا بقى عندي واحد ربع كاس عندها ما كملش. ثم نعاودو ندورو عليه،
معايا بلا ما نطول عليكم. ثم ناخذوا ملعقه ونحركوا القاع ديال الكاس باش ما يبقاش لينا داك اللوز او كوكو الى استعملناه، نحركوه مزيان ثم ندوروا عليه من جديد. المهم هالطريقه هي هذه سهله وكيجي املو رائع، كيجي خفيف وكيجي بنين. ولا بغيتي تضعفوا المقادير ضعفوا المقادير، نحركوا مزيان القاع ديال الكاس كما تشوفوا، نحركوا مزيان القاع ديال الكاس ونعاودوا ندوروا عليه. الان بركة حصلت على النتيجة اللي طردني، بقاو معايا باش نوريكم الشكل ديالو كي تيجي. انا غنخويه في الطبيسيل وشوفوا واش نازح ولا ماشي نازح. تنحيدو هاد المسادة، ولكن الا درنا كمية وفيرة راه ما نقدرش نحيدو الموس، لان الا حيدنا الموس الكاس غيطخو لينا، لان هاد البلاصة هادي ما طلعاش مزيان باش نديو. كما تشوفوا الشكل ديالو راه تيجي رائع جدا. كما تشوفوا عملو كما قلنا ما يكونش خاطر وما يكونش ثقيل بينو وبين. نكرطو ونحيدو هاد الخليط هذا اللي باقي عندنا في الكاس. كما تشوفوا الشكل ديالو راه تيجي رائع جدا. غير اللوز او كوكو اللي غنستعملو نحمرو مزيان باش يطحل لينا، باش يتحقق لينا مزيان وباش يعطينا هاد اللون هذا. راه فيه واحد المذاق رائع، يمكن يعني ان شاء الله يعجبكم هاد الطريقه هادي. انتم تشوفوا النتيجه ديال املو ديالنا راه تيجي رائع بطريقه سهله. اي مبتدئ واي مبتدئه يمكن تحضر هاد الاملو هذا. الا بغيتوا تدبلوا المقادير دبلوا المقادير، ولكن خصنا نطحنوا يعني نسحقوا شويه بشويه، لان هاد الاله هادي صغيره ما تتهزش بزاف، يعني تتهز تقريبا واحد 100 غرام او 150 غرام ديال اللوز او كوكو. ولكن يعني الى عندنا الاله كبيره نستعملوا كميه كبيره. ان شاء الله يعجبكم الفيديو هذا، طريقه سهله.